النهارده جايين نتكلم معاكم عن أشهر 6 أسباب لوجع البطن، التشخيص والعلاج، بس بعد الفاصل انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الدكتور أحمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية بجامعة ألتن باشا في اسطنبول. خلونا يا جماعة نتكلم بشكل مباشر عن أسباب وجع البطن. يا دكتور، إيه هي أسباب وجع البطن؟ هنتكلم عن من أشهر الأسباب اللي بتحصل عند النساء، اللي هو المنسيس بين. يعني إيه يا دكتور منسيس بين؟ اللي هو وجع الدورة. خلال فترة الحيض بتفرز هرمون اسمه البروستاجلاندين علشان يتخلص من كمية الدم الزايدة هذا الهرمون، ونتيجة حساسية أو الست من هذا الهرمون بيحصل تقلصات في أسفل البطن، وده اللي بيفسر لنا نتيجة حدوث وجع البطن أثناء الحيض. السبب الثاني من ضمن أسباب الأبدومينال بين الجاسترايتس والبيبتيك ألسر. العرض الأساسي وجع في البطن والصدر مع حموضة شديدة بتزيد مع الاكل والنوم. دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن السبب الثالث من اسباب الابدومينال بين، اللي هو وجع العضلات او التيشو بين. لما نيجي يا جماعه نتكلم عن التيشو بين، نقدر نقول ان هو وجع في الجنب. الوجع اللي في الجنب بيزيد مع الحركه وبيقل مع الراحه، وبيكون جاي اما من العضلات او جاي من الاربطه. نتكلم بقى دلوقتي يا جماعه عن السبب الرابع من ضمن اسباب وجع البطن، اللي هو وجع الصفره. ما نيجي نتكلم عن وجع الصفره، نقدر نقول عليه ان هو وجع في الجانب الايمن والصدر، بيسمع في الكتف والايد الشمال. دي بتجي لنا العياده في عمر الاربعينات او عمر الخمسينات، وغالبا بيكون عندها سمنه مغص الكلوي. لما نيجي نتكلم عن المغص الكلوي، نقدر نقول ان هو وجع في الجنب الشمال او اليمين، بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسليه، وقد يكون عنده تاريخ مرضي لحصوات واملاح. مغص الزايده، طبعا كلنا عارفين مغص الزايده، لكن احنا دلوقتي دورنا طب يا دكتور نعرف مغص الزايده ازاي؟ نقدر نعرف مغص الزايده بشكل بسيط قوي، ان هو عباره عن وجع في الجنب اليمين بيبدأ حوالين السرة، ممكن يكون مصحوب بترجيع أو سخونية. مش بس كده، طب يا دكتور هل في حاجات ممكن نعرفها تانية تسهل لنا عملية تشخيص مغص الزايدة دي؟ نقدر نعرفها بشكل بسيط قوي من خلال لو احنا حطينا ايدينا في مكان الوجع بيزيد الوجع، لو شيلنا ايدينا من مكان الوجع بيزيد اكتر، لو رفعنا رجل العيان تجاه بطنه بيزيد اكتر واكتر. طب يا دكتور دلوقتي بشكل بسيط نقدر نفرق ما بين المغص الكلوي ومغص الزايده ازاي؟ حضرتك توهتنا شويه في ودوم، طبعا من اخطر الحاجات اللي بتقابلنا في العياده، والزايده دي طبعا ناس بتعمل كل يوم عمليات في المستشفيات، فعشان كده انا جاي اقول لكم ايه الخطوات المتبعه اللي احنا بنمشي بيها في العيادات بحيث ان احنا نعرف نتعامل مع الحاله بشكل صحيح. بقى بديهي بيتكرر من كل الناس، طب يا دكتور انا دلوقتي اعمل ايه علشان اعرف اميز ما بين المغص الكلوي ومغص الزايدة؟ بشكل بسيط علشان نميز ما بين مغص الكلوي ومغص الزايدة، نقدر لما الحالة بتجي لنا العيادة بنديها أمبول بسكوبان أو أي بديل تاني، وده عبارة عن مضاد للتقلصات. لو التقلصات راحت يبقى ده مغص كلوي، لو ما راحتش يبقى دي بنشتبه إن في زايدة، وبنعمل فحوصات تلفزيونية علشان نتأكد في نفسنا إن هي بالفعل زايدة. يا جماعة في البداية الحل، دلوقتي السؤال اللي بيتردد لكتير من الناس، احنا اتكلمنا عن التشخيص عرفنا ان احنا نشخص، بس برضو في شوية حاجات متلخبطة مع بعضها زي المغص الكلوي والمغص الزايدة، ازاي افرق ما بينهم؟ بشكل بسيط يا جماعة، المريض مثلا سواء كان مغص كلوي او مغص زايدة بيجي عندنا العيادة، اول حاجة بنديله مضاد للتقلصات زي البسكوبان او اي بديل اخر. أمبول بسكوبان بنديهوله، تحسن يبقى احنا بنقول ان ده مغص كلوي، ما تحسنش بنقول ان دي زايدة، ونبدأ نعمل فحوصات اكثر دقة علشان نتأكد بالفعل ان هو عنده زايدة. طب ايه هي يا دكتور الفحوصات اللي احنا نقدر من خلالها نشخص الزايدة؟ بشكل بسيط بنعمل صورة دم كاملة، لو خلايا الدم البيضاء او الوايت سيز طلعت عالية
مش بس كده، بنعمل أشعة تلفزيونية معاها، يعني بنعمل أشعة تلفزيونية مع صورة دم كاملة، النتيجة بتاعت الاتنين بتأكد لنا وجود الزايدة. لو طلع عندنا زايدة طبعا بيتحجز في المستشفى عشان يتعمل له عملية، لو طلع فشل، لو طلع مغص كلوي بنديله حاجة مضادة للتقلصات وبنعالج الحصوة. لو اتأكدنا انها مغص كلوي بنعطي مسكن وبنعالج الحصوة. لو اتأكدنا انها من وجع العضلات بندي مسكن وبنقلل الحركة وبنديله حاجة فيتامين بي عشان نقوي الأعصاب ونخفف من حدة الألم. لو اتأكدنا انها بسبب قرحة او حموضة المعدة بندي أدوية الحموضة، وبنصح كل الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع علاج قرحة المعدة وحموضة المعدة يرجعوا ليه، لأن فيه تفاصيل كاملة عن التشخيص، الأسباب والتشخيص والعلاج والروشتة الطبية اللي بتتكتب داخل العيادة. اتكلمنا بشكل مفصل، بنصح كل الناس اللي ما شافتش الفيديو ده لحد دلوقتي تخش بشكل مباشر دلوقتي وتتفرج عليه. ده اتكلمنا يا جماعة دلوقتي عن الأسباب والتشخيص والعلاج. نطلع بقى على السبورة علشان نكتب روشيتا بتاعتنا. روشيتة المغص نقدر نقول هندي حاجة اسمها بوسكوبان، ده أمبول، ده حقنة وريد. الآن بياخدها في نفس الوقت، لو استريح ده واستريح عليها خلاص يبقى ده مغص كلوي وهنعالجه بقى. لو مغص كلوي هنديله معاه مسكن. مسكن زي ايه؟ زي ادولور مثلا، دولور امبول، او مثلا كيتولاك امبول، دي برضو حقنة وريد، دي حقنة وريد او عضل. الان يعني في نفس الوقت اللي هيجي فيه المريض. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. طب يا دكتور، طب هل لو في حموضه بندي ادويه الحموضه؟ انصحكم تخشوا تسمعوا الفيديو بتاع الحموضه في الاسباب والتشخيص والعلاج والروشته الطبيه، وكل طلبه الامتياز تخش تتفرج عليه، شرح مبسط كل الناس هتخش تفهم. بالنسبه لغير المتخصصين اللي بيشاهدونا بننصحهم تمام، اعرف هذه المعلومات، مهمه جدا ان انت يكون عندك وعي صحي ويكون عندك ثقافه طبيه، لكن قبل ما تستخدم اي دواء ارجع لطبيبك علشان تتاكد ان مفيش تداخلات دوائيه وعلشان يشخص حالتك الصحيه بشكل دقيق وما تقعش في ورطه اي اثار جانبيه لاي ادويه. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان. في نهاية الفيديو يا جماعة، لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل، او اول معلومة لأول مرة تاخدها، حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. دي كده النقطة رقم واحد. ما تبخلش علينا بلايك بكومنت، لو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر، بحيث ان احنا لا نقع تحت طائلة النصابين. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية.